ينضم إلينا السيد تيم أمين، سر حركة فتح من لاهاي. سيد تيم، ما الذي يعنيه رفع الحظر على الطيران العسكري في أجواء الضفة الغربية؟ وكيف نقرأ أيضا توجيه جالانت لجيش الاحتلال بالقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية المحتلة؟ أسعد الله مسائك سيدي الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. ما هو الغريب في ذلك؟ الاحتلال يحاول قدر الإمكان تقديم كل ما هو له علاقة بالإرهاب وله علاقة بالقتل وله علاقة بحرب الإبادة، إن كان في غزة أو إن كان في الضفة، لأنه في الضفة الغربية يحاولوا طلق المستوطنين ويحاولوا تقطيع أوصال الضفة الغربية، يحاولوا تعذيب الأسرى وتقديم كل ما هو ممكن من أجل تعذيب الشعب الفلسطيني لعدم التواصل بين المدن والقرى وإلى ما هنالك. استخدام المسيرات وهذه الأسلحة يظهر بشكل واضح الوحشية الذي سوف يستخدمها هذا الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في الضفة ليس لديه صواريخ وليس لديه مدافع وليس لديه طائرات وليس لديه أي شيء على الإطلاق ويدافع عن كرامته بأنه يحاول قدر الإمكان التمسك بحريته والتمسك بأرضه من أجل أن يكون هناك في يوم من الأيام كنس لهذا الاحتلال عن غزة والضفة والقدس الغربية. وخصوصا أعتقد هذا القرار أتى بعد قرار محكمة العدل الدولية بالرأي الاستشاري الذي بيعتمد طبعا بشكل واضح على تقارير أكدت بشكل قطعي بأنه هذا الاحتلال موجود بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية وخصوصا في الضفة الغربية وفي القدس. طيب سيد زيد، يعني حول سماح نتنياهو بإفاد مفاوضين لإجراء محادثات مع الوسطاء بشأن الهدنة، يعني كيف ترى هذه الخطوة؟ وهل يمكن أن تقدم جديدا في المفاوضات التي يعني لم تتسرب عنها أخبار إيجابية حتى الآن؟ أنا أعتقد وبشكل قطعي أن نتنياهو لا ينوي على الإطلاق وقف أي حالة من الحرب الإبادة الذي يخوضها، وخصوصا أنه وللأسف الشديد أنه هذا العالم لم يعاقب هذا الاحتلال إلى هذه اللحظة بشكل واضح ويطالبه بوقف حرب الإبادة الذي يخوضها ضد شعبنا العربي الفلسطيني في فلسطين في غزة وفي الضفة وفي القدس. أعتقد أنه هو سيستمر ويحاول جاهدا إطالة أمد المفاوضات وإطالة أمد الحرب ويحاول استخدام كل أشكال الإرهاب إن كان في المجاعة وبالقصف وبالضرب بالطائرات وبالأسلحة المحرمة. ونتنياهو يعلم أنه إطالة واستمرار هذا الحرب هو ضمان الوحيد لحمايته من سقوطه السياسي ومحاكمته، لذلك هو يعمل على تخريب أي شيء قد يؤدي إلى وقف إطلاق الحرب وإطلاق النار أو أي صفقة، لأنه يعني لا يطمئن لأن يكون هناك استقرار بالمنطقة حقيقة، وهذا ما يتحدث به. إضافة إلى ذلك هو يلعب على موضوع الأمريكي وما يحدث في أمريكا من تداعيات سياسية إلى الانتخابات القادمة في نوفمبر، ولديه طموح وأمل في إذا خرج مثلا رئيس جديد أكيد سيقدم له كل ما هو ممكن من أجل بقائه بالحكم. هذا أعتقد وهم سياسي وجنون سياسي، وأعتقد أنه بالنتيجة الحتمية مع كل هاي الضغوط الداخلية والخارجية سيتعرض إلى تنفيذ القانون رغما عن أنفه بقضية محكمة الجنايات الدولية الذي يعني ستصدر قرارا واضحا بجلبه إلى محكمة الجنايات إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا السيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح من لاهاي.